مساء الخير عليكم حبيباتي وشراكم شي صحتكم ان شاء الله تكونوا كاملة ان شاء الله هذه الفيديو تلاقيكم كاملة مهنين اليوم يا البنات راح يكون فريم روتين متنوع ومعمر بالانرجي بوزيتيف كل عاده مع زهره غير الطاقه الايجابيه وغير لي بون اليوم سورتو سورتو هذا الفيديو راح يوالم بزاف المبتدئات بديت معاكم كيفاش قبل ما نروح نقضي القضية الشهري وبعد ما نقضي القضية الشهري واش ندير واش ما نديرش كامل عطيت لكم كامل لي زاستوس نمشي بهم انايا هذه سنين والحمد لله كيما نقولوا لقيت عليهم ولقيت روحي رابحه صحتي رابحه الوقت رابحه دربحه دراهم رابحه كل حاجه الوغ هنا البنات كيما على بالكم لي كنت في هذه الدار مازال ما, ما نقيتش هادو لي بواط مره برك اليوم سي لوكازيون قلت علاش ما نقيهمش ونغسلهم بالطبع والشن باش كي نجيب القضيان الشهري نرجع كل حاجه في بلاصتها وفنقه انا هنا ما كانش عندي لي ساشي كونجيلاسون الوغ واش درت قلت هادو الطباصه صغار تاع اميره نحط فيهم نبد بيد نغسلهم وننشفهم ونعاود نرجعهم والبنات ما حبيتش نغسلهم في لافيسال على بالي كان غسلتهم خير وخير نربح الوقت مي على بالكم حبيت نحكهم بيديا بس صح نضمن بلي تنقاو لي تري تري بيان والمره الجايه كي يكونوا منقيين كامل ما فيهمش ده ما فيهمش هذوك العفايس لي يلصقوا في ما يتنحاوش بالزيت لتما كنحطهم في لافيسال يتحطوا باش يتعقموا ويتغسلوا كيما على بالكم ساعه نكونوا نطيبوا ونمسوا هذيك لابوات صافي هذوك لي تخاس تاع صباحتينا يلصقوا لتما ولو كان ما تحكيهمش بالحبل وتديني لهم قطيرة تاع لو وتحكيهم لحم مليح ما راحش يخرجوا هذه هي البنات سينو انا البنات الحاجه الاولى اللي نديرها قبل ما نروح نقضي ولي صح لقيت عليها راحتي وكيما نقولوا ما, ما نوقعش التبذير هي نفيريفي اول حاجه لي بلاكار نشوف واش عندي واش ما عنديش من قضيه شهري كيما نقولوا الروز العدس الطعام أه هادو لي بات نفيريفي مليح مليح ومن بعد اكيد الحاجه اللي عندي منها شويه راني نزيد كونتيتي صغيره منها الحاجه اللي ما عنديش كامل راني نجيب منها كونتيتي كبيره والحاجة اللي عندي نص نساكم تعرفوا ندير حسابي كل حاجة شحال راح نشري فوالا ومن بعد كي نروح لي بلاكا بليتو الفريجيدار كانا نشوف الا عندي المارغارين الا عندي الخل الا عندي هذوك العفايس اللي نسحقوهم ونكتب كل حاجه راهي خاصتني مي قبل هذا قلت لكم لازم يكون النقا باغ اكزومبل فريجيدان نكون جوزتلو بالطبع الله الله هكذا تويلاق باش كي نجي ما نعياش على بالكم ولا ما على باليش اذا غير انا ولا الناس كامل كيف كيف انا نهار اللي ندير لي هذاك النهار يروح لي غير فرجعي هذه ديري هذه سورتو مع التربيه صافي مادابيا نوغانيزي روحي من قبل ونحط كل حاجه في بلاصتها فيري فيت ميم هذوك لي بواط كاين حاجه اللي تكون لك سوست لك كيما هذاك الجوز حسيت فيه حشرات الوغ رميتو كما كيما كان الحال كيرميتو في الساشي بداو يخرجوا واحد الحشرات صغيورين الوغ هكذا الحاجه اللي تترمى تترمى الحاجه اللي ما نسحقهاش ما والحاجه بيان سور اللي نسحقها نسحقها هنا حكيتهم كامل كيما راكم تشوفوا بطبع بوشان ونحطهم يتقطرو سينو البنات حبيت نقول لكم انا النظام اللي نمشي عليه وكل وحده وش يساعدها كاين اللي يساعدها تقضي القديان الاسبوعي تقول لك انا القديان الاسبوعي لقيت راحتي فيه فوالا كاين اللي تقول لك انا كي تخصني حاجه نروح نشري كي اللي تقضي بالقديان الشهري دوك انا نقول لكم القديان الشهري تاعي ما رحاش يكون شهري مية بالمية راح يتقسم لزوج اجزاء باغ كيما العدس اللوبيا طعام السكر هادو انا نشري بالشهر نشري قسم ما يكفيني شهر كومبلي حتى يفرغوا لي هادوك لي بواط الحمد لله وهاد الطريقه البنات تعتمدوها لانه راح تخرجوا فيها ماشي كو دقيقه تروحي تشي العدس اللوبيا يشدوا لك الوقت باش ترجعيهم تقعدي تجبدي باغ كونطخ بالشهر ميم كي تروحي طيبي فطورك ولا عشاك تفتحي البلاكاغ تلقاي كلش واجد ما تتعطليش تبعتي وليدك ولا بنتك ولا تسناي حتى راجلك يجي باش نتي طيبي ومن بعد كي نروحو كيما الخلق نشري قسم يشد لي شعر السكر هادو كامل العفايس الزيت اللي ومن بعد نروحو لمشتقات الحليب انا هنا ما نقدرش نشري بالشهر مشتقات الحليب نشري كل سمانه سورتو عندي فاروق يحب و واميره كانت يا الياوخت انا ما عندي حاجه فيه يا ربي يا ربي هذا كنسيف على روحي ناكل بطاطا كل يوم كنسيف كي كن نقول لكم ما ناكلوش كاع راح تنقل يظهر نودي كولي دوك تحكمك العنيمي روحي لازم تاكلي باش نفد هذيك بعد يا اخت صافي يا اخت نشري بالسمانه فوالا البيت كان انا بلاطو كي نكون نطيب الكاطو الاخر يشد لي عشر ايام صافي كل عشر ايام عندي البيض الياغورت كل اسمان الفرامج كان يشدوا لي 10 ايام 15 يوم وي رايحه هكذا تقسمي القضيه الشهري تاعك القهوه تشد لي انا كل شهر نجي زوج باكيات وكيما على بالكم حبيباتي بزاف منكم ولا يقولوا لي زهره ولينا نشربو قهوه فاميكو انا نستعملها هذه فاميكو الحمراء بزاف هايله البنات هايله في البنه ثقيله وريحتها تهبل فوالا نشي زوج باكيات كيما لكم في الشهر والفرامج عندي انا نستهلك الفرامج بيسك نطيب بزاف مام كي ما نطيبش معكم نديرو لي ساندويتش لي بانيني هادو العفايس وانت كي تقضي بالشهر صدقيني غير توفري توفري الجهد توفري دراهم توفري كلش مي ما تروحيش تشري في تكون غاليه وحي تشري في تكون فيها كل حاجه قلت لك باش تربحي الوقت ومنها تكون لي بري تاعها ريزونابل اذا حبيت نبارطاجي معكم وين نقضي الخطره الجايه ما كان حتى مشكل نبارطاجي معكم البلازا الحمد لله لي بري تاعها ريزونابل ومشي عندي شهر ولا عندي شحال وانا نقضي من هذيك البلازا ونرجع كل حاجه ومن هذه المنظمات يا البنات يساعدوكم في الخدمه يساعدوكم في الترتيب يساعدوكم في نقا بزاف من لو بري تاعهم ماشي غالي يا ربي تلقاوهم 20000 15000 كاين 10000 with <laughs> وتنظموا بيهم الفريجيدار دار بهم لي بلاكار راحه ينظمونكم حاله وتبان داركم نقيه كلش كلش في الترتيب والله ما فايده في هذاك النقا بليتو في هذاك الزرديق وحكي ورمي المياه بلا فايده فايده كي تكون دارك مرتبه وكل حاجه في بلاصتها وهنا على بالي حتقولولي زهره المقاطعه المقاطعه وي بيان انا راني مع المقاطعه مي على بالي كم اميره كيفاش حصلت لي في عندي شوكو احتاج لها فاروق وكم تعرفوا ساعات الراجل ينسى أنا ما جبت قبر حتى وصلت للدار لقينا هاد الحلوه تتباع شغل حلقو ما هذيك تاع زمان جبنا باكي انا ما نعطيهاش بزاف الحلاوي مي على بالكم ساعه على ساعه الدراري الصغار يدومونديو الحلوه الوغ نعطي لها حبيبه فوالا هنا السكر لي بات انا نحب نحب لي بات ما نحبش لي بات مي انا نحب لي بات هنا لا طوماط انا نجي زوج بايض بيسك نطيب حاجه بيضه حاجه حمراء أه وش كان الجلجلان الجلجلان دخلوه لولادكم هو غني بالفيتامينات شيت العدس الزبيب بيسك فاروق يحب المصفوف. فوالا ميم اميره نعطيها شويه منو شريت الجوز هادو هما شينا هذا الخل الاحمر تاع التفاح بزاف بزاف هايل لي بات هادو شيت زوج باكيات ما بعرفش علاش تاع الحلزون نحبهم كي ديري لداخل كيما نقولوا ديريه شويه فيونداشي ولا الدجاج بنين حلو التورك تلي تلي فوالا هادو هما المشتريات الشهرية فرضو تحليب الحليب لازم أكون على بالكم ومن بعد كي راح تنقي هاد الجهة قلت لكم انا هاد الجزء درته لكم كومبلي على خضره مي انا درت نهار نقيت فيه ونهار رجعت فيه وقضيت فيه هكا باش تكونوا على بالكم والبنات تاع عزمان كانوا دايما كي يقضي لها لكم بكري مشي كيما دوكا المرأة تخرج مع راجلها تقضي هي وش تحب دوكا الغالب هذه هي هكا ولينا كامل احنا نخرج مع رجلنا ونقضوا احنا وش نحبو وحنا وش يساعدنا في الطياب بس هما ما يعرفوش كلش مع كثرة تعليمات ما في يحيرو ما كاش كيما المرأة تروح تقضي مع راجلها يكونوا خير هكا ولا غير جبلي ربي وفرو خير وخير بصح بكري كان الراجل هو اللي جبلها القفيفة وهي كما نقولوا كانت ساجيه نساتع تاع بكري ساجيين وحرات ولا غير شوفوا كانوا ما ما والو ما عندهم لا ما عندهم هكا لا تيلي يشوفوا العجب المعجب مي بالصح كانوا مسيرات كانوا يعرفوا كيفاش يسيروا الدار تاعهم وجامي تطيح اون بان ونهار اللي من هذاك القديان الشهري لي اللي جابوا لها راجلها ولا القفيفه اللي ساعه على ساعه يدخل بيها رب العائله تنحي شويه عدس شويه سكر شويه قهوه وتخبيهم باش نهار اللي يطيح اون شويه زيت شويه طوماطيش ونهار اللي يطيح اون بان تجبد وتطيب وتقول له هاي لك الميده يا راجل متنوعه من كلش ولا غير كانت البركه باسكو المره كانت تخمم بزاف على الجيب تاع راجلها ماشي كيما دوكا كاين كيما تقول لك انا نعيش كل نهار ونهار وما على بالي انا صدقوني تبعوا هاد الطريقه تاع الزمن ما راحاش كامل تندموا انا دائما عندي واحد زوج لي بوكس واحد دايره فيه تايم زايده وواحد توجور نخبي منه شويه من كلش واش نقضي بس كيما يقول لك مول تاج ويحتاج انا نحتاج نحتاج مالغري نخرج ونقدو مي على بالي نطيح نطيح اونبان الوغ نفتح هذاك القجر اللي فيه واش خبيت نجبد يا لو كان طيب كيما نقولوا في الطريق البنات يكون سلكت روحي صدقوني هادو هما الحراير تاع زمان وهكذا تكبري في عين راجلك مام اذا ما كبرتيش في عين راجلك ماشي شرط تسناي حتى كيما نقولوا الواحد يقولك لك او برافو شاطره يعطيك الصحه ولا توجو خمي على روحك على وليداتك لازم دائما تكوني شاطره ما تطيحش كامل اونبان هذه هي المراه الفحله كيفاش تصير في دارها بليتو كيفاش تسير في دارها انا هادو هما اللي نمشي بهم والحمد لله نجحت فيهم ومام كي نشري هكا القديان الشهري ماشي كي تشوفوا شريت كلش هكا تقولوا هذه كل شهر تشري هكا نو البنات انا هنا بارطاجيت معكم بيسك خلاص لي كلش فريمون ما عندي طعام ني عدس آه، انا الزبيب والجوز لازم يكونوا حاضرين في الدار على بالكم باللي الجوز بزاف مفيد للجسم تاعنا كاين حاجه حاجات اوبليجيه لو كان تاكلي ثلاث حبيبات في النهار ماشي شرط حتى الوحده تخلي روحك تضيعي كيما نقولوا ولا من بعد تحكمك فور ولا الجوز هو يقضي على الزهايمر ومع دوكا ولينا اي حاجه ناكلوها ماشي معمره فيتامين كيما تاع الزمان كامل معمره بالبرودوي كيميك وكلش الوغ مليح الوحده أه كما نقولوا دير نظام غذائي مليح ليها يلو كان كولي زوج حبيبات ثلاثه حبيبات يوميا مليحه عليك ما مسختو الدراري يساعدهم جزء على التركيز شيت كان الفرميسال الاميرة. هنا الجلجلان انا توجور نعطيكم استوس البنات الجلجلان انا كان يدود لي. ما كنتش نعرف كيفاش ندير له توجور نشيل الجلجلان ونرميه نلقى فيه هذاك الدود دائما ومن بعد كي توجد دارت قالت ماما ديريه في الفريجيدير دوكا عندي عامين وانا متبعه هذه كلاس نحطو في الفريجيدير يا البنات ما يتسوس ما يفسد ما يصرى له حتى حاجه وهنا شوفوا كيفاش نظمتهم ومن بعد كي قلتلكم حبيباتي ما عجبنيش التنظيم تاعهم الوغ عاودت كامل بدلتهم وهذه هي اختكم انا راني نخدم او ميم حاجه عجبتني ما عجبتنيش نبدل لها بلاصتها أه كيما راكم عادي بسيط قضيان شهري عندي سكر غلاس لي يكون دايما حاضر نحب نطيب كاتو ولا الفرميسال الأميرة كي نحير كامل وش نطيب لها ونحبها تاكل ندير لها فرميسال عبالي تاكل من هاي لو كان زوج معارف خير من والو بيسك دراري سختو مع الصيف تنقص لهم الشهية ما يولوش ياكلو كيما كانوا مقبل فوالا شتو كيفاش كانوا وكيفاش رجعتهم بديت كامل بالموف ومن بعد قلت درتهم هكذا كيما نقولو كان غيقعدوا هكا مستفين انا كي نكون طيب نكون مزروبه نعاود كامل نخلطهم ننظم ونخرب وحدي وحدي كي هذيك تلفت الراي المهبوله عاود رجعت البنات كامل كيما راكم تشوفوا حطيت كل حاجه في بلاصتها فعلا هذه هي البنات وكما نقول هي نقال وكان يبقى وهنا يا البنات هادو هما لي بوكس اللي حكيت لكم عليهم واحد ندير فيه لي بات طوماطيش القهوه الزايده وواحد دايره فيه كار ما صغيورين كل خطره وش يكون عندي زياده نحطهم هادوك دايرتهم فريمون صح كي يكون اون بان وهادو لي شاغيو يا البنات اذا تلاقيتو معاهم سي شريتهم غاليين واقي خمسة وستين ولا الواحد وفيهم روادي من تحت شوفوا كيفاش تدخليهم تخرجيهم فاسيلمون تحطي فوقهم العجب يرفدو غير إذا تلقيتوا معاهم غير شروع وهنا يا البنات حبيت نعطيكم أستوس باش القهوة تشدلكم وتدين لكم شهر كومبلي والريحة تاعها مازالها فيها وهذيك البنة كيما تفتحوا الباكي أول حاجة تقدروا تخلوها في الباكي تاعها وتغلقوها بالمساك راح تقعد هكذاك محافظة على البنة تاعها ثاني حاجة حطوها في تاع تقدروا تحطوها في البلاكار تاعكم اذا كنتو تستعملوها استعمال يومي سينو الا كنتو ما تستعملوهاش بزاف حطوها في ده راهي تشد لكم مده طويله وتقعد محافظه على البنه تاعها واناكم تشوفوا راني نستعمل في قهوة فاميكو بزاف هايلة يا البنات ورجعت كل حاجة في بلاستا نعطيكم لاستوس دوزيام دايما المايز تاعكم عمروه بالخل باش هاكاك ما يفسد لكمش كامل ويقعد يشد لكم حتى شهر هو في الفخ جدا بلا ما يصرالو والو خلوه بالماء ومن بعد زيدولو الخل انا من بعد زدتلو الخل البنات سينو راح تفسد لكم طوماطيش ندير لها الزيت ونحطها راح تقعد لكم على حالها ان شاء الله هذا فيديو تاع اليوم تكون عجبتكم تكونوا استفدتوا منها ونكونوا قضينا كما نقولوا وقت ممتع مع بعض ويعجبكم المحتوى ماذا بيا تخلو لي لي حتى لهنا على بالي بلي يحبوني بزاف بزاف ما تعتزوش خلوا لي كومونتير وخلوا جامل هذه لا فيديو نبقى لي نحبكم على بخوش